يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب جميعا بخير وطيبين وعلى معادنا دايما متجمعين أنا وإنتوا كل حبايبنا في يوم الحلو للحلوين. والله ما كاتبة منهم كلمة، كله طالع من قلبي. حبايبي يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة زي ما قلنا يوم الحلو للحلوين، بنعمل وصفات حلوة جدا بشكل كبير، بتكون اقتصادية ولكن بتبقى رائعة. عايزة أقول لكم النهاردة محضرة لكم حلو الولاد أول ما هيشوفوه أكيد هينبهروا بيه، وإنت كمان هتنبهري بنفسك. ده غير إن أنا النهاردة محضرة لك نوع مربى حلو قوي. بصي، وصفاتنا النهاردة من فاكهة معينة بتظهر في السوق وبرده بتختفي بسرعة جدا. هي فاكهة الصيف كده، حلوة وخفيفة وكده على طول بتيجي وتمشي سريعا، فلازم نستغلها أحسن استغلال. بعد الفاصل استنونا. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من امبارح للنهارده. وحشتوني طبعا من امبارح النهارده. يا رب كل ايامكم حلوه. النهارده زي ما متفقين يوم الحلو للحلوين، يعني بنعمل وصفات حلوه لاحلى ناس في الدنيا. بصوا، انا محضره لكم النهارده ميكس وصفات خطير من فاكهه البرقوق. البرقوق ضيف عزيز وغالي علينا كلنا، بيظهر وياخد وقته شويه، طبعا مش زي المشمش اللي هو هوب طلع المشمش هوب مش المشمش، لا البرقوق بيريح معانا شويه. بس عايزه اقول لكم البرقوق دايما احنا بنجيبه بس ايه، يعني ناكله، واحيانا نشتكي ان هو مزز شويه او بيطلع حادق. طب ايه رايك تعالي اقول لك ازاي لو طلع معاكي حادق تعملي منه احلى مربى. مش كده وبس، كمان ازاي نعمل منه احلى تورته جيلي. ايوه النهارده وصفات تجنن، وكمان هنعمل منه عصير حلو قوي. زي ما بقولك النهارده يوم حلو جدا ومليان، وعايزه اقولك هديك كمان اختيارات وبدائل. يعني لو ما عندكيش برقوق فهقولك ايه اللي ينفع مكان البرقوق في تورته الجلي، وقد ايه هتشوفيها ناجحه. مش كده بس، هنعملها بلونين مختلفين. بصوا، حلقه النهارده حلوه جدا ودسمه وجميله وطبعا تليق بيكم. اول حاجه هعملها هي ان انا هعمل مربى من البرقوق. مش عارفه اذا كنتوا جربتوها قبل كده او سمعتوا عنها، بس هي لذيذه وحلوه جدا. مش كده بس، كمان عايزه اعرف منكم بقى ايه اقرب نوع مربى لقلبكم، وايه اكتر طريقه بتحبوا تاكلوا بيها المربى. في ناس تحب تحلي بيها بعد الاكل، في ناس تحبها في عيش فينو، في ناس تحبها في عيش بلدي، وفي ناس بتحب المربى بالنسبه لها دي التحليه بعد الاكل، وفي ناس بالنسبه لها دي هامشيه خالص. قولوا لي بقى ايه احلى نوع مربى واحلى فاكهه مربى فاكهه بتعملوها مربى. تعالوا نقول بقى مقادير مربه البرقوق بتاعتنا. نص كيلو برقوق مقطعاه انصاص، مبيتاه امبارح فيه عصير ليمون، وربع كوبايه ربع كيلو سكر، وطبعا احتاج برطمان معقم. تاني، عشان اعمل مربه البرقوق بحتاج ايه؟ نص كيلو برقوق وعصير ليمون وربع كيلو سكر، وطبعا بحتاج برطمان معقم. بس دي كده مربة البرقوق. بس دي كده مربة المرقوق. بس علشان تبقى ناجحة معايا لازم اعملها بطريقة حلوة جدا. ايه هي بقى؟ ان انا اجيب البرقوق قبلها بيوم، مهم جدا، واريحه فيه. ثانية واحدة بس اشغل ايه البوتاجاز. اجيب البرقوق واقطعه اغسله. بغسل البرقوق ازاي؟ بجيب مصفى وتحتها بولة كبيرة واملاها مية، وانقع فيها البرقوق بخل وبيكنج صودا. اي حاجه على البرقوق هتختفي تماما، وادعكه كويس جدا واصفيه، وبعدين اشطفه تاني بميه. خلاص غسلناه كويس جدا، تمام. هعمل ايه بقى؟ هروح مقطعاه نصين بالشكل ده اهو، بس كده نصين، مش عايزه اكتر من كده. عايزه تقطعيه اكتر من كده اوكي، بس انا بالنسبه لي كده حلو قوي. وبعدين هروح جايبه بوله عندي اهي، وحط عليها السكر. لكل كيلو برقوق بحط عليه نص كيلو سكر، لكل كيلو فاكهة عموما بحط عليه نص كيلو سكر. طيب هعمل ايه بقى في الخليط الحلو عندي ده؟ لازم ادخله التلاجة واغطيه بيت ليلة كاملة. ليه؟ علشان ينزل لي العسل والسكر اللي فيه.
يبقى انا خلصت خلاص اهو عندي البرقوق وغطيته بالسكر ما فيهوش ولا نقطه ميه صح. نيجي بقى لتاني يوم بصوا بقى عندي عامل ازاي، نزل الشربات والسكر اللي فيه، بصوا ده من ده، ده عامل ازاي قبلها بليله، ليله كامله في الثلاجه 24 ساعه. بصي بقى ازاي هو هنا ما فيش ولا نقطه ميه، بقى مديني ازاي العسل بتاعه، وهو ده اللي هعتمد عليه ان انا اعمل مربى، هو ده اللي انا هعتمد عليه، مش هحط اي حاجه تاني عليه. حاضر بصوا بقى هروح حاطه هنا البرقوق بتاعي بالميه بتاعته والسكر بتاعه والشربات بتاعه، وعندي عصير الليمون هحطه في الاخر. هسيبه بقى الاول يغلي على نار عاليه، وبعدين هلاقي فيه ريم بتطلع، اول ما الريم عندي تطلع لازم اشيلها، لازم اشيل ريم المربى، مهم جدا لازم اشيل ريم المربى. واقول الو يا ساره، ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله حلوه، خفت علينا قوي والله، خفت جدا يا حبيبتي، ربنا يخليكي، الشاشه نورت الدنيا بحالها نورت حبيبتي، ربنا يخليكي يا ساره. انت عامله ايه؟ انت كانت اجازه سعيده على حضرتك. انا مش في اجازه يا ساره والله. امال انت؟ انا بطلع كل يوم يا ساره. يا ساره حرام عليكي. لا والله كنت بتصل، كنت مفكراكي والله، كنت بتصل ما كانش حد بيرد. طب بصي انا هقول لك، هو لما ما حدش بيرد احنا لايف وكل حاجه، بس هو ممكن يكون معانا تليفون تاني. ايوه فهمين؟ انا قلت كده بقى، انا فاجئت عليكي اساسا، كنت مفكره ان انت بعد تصرف فيك حاجه. لا يا حبيبتي انا زي الفل الحمد لله، طبعا الحمد لله، ربنا يخليكي ليا، ميرسي. روحي لسؤالك. والله العظيم منوره الشاشه ومنوره الدنيا بحالها، منوره بيكي. قولي لي يا ساره، بتحبي ايه اكتر مربى، نوع مربى؟ هقول لك انا ما بحبش المربات خالص. انا قلت في ناس اساسا بالنسبه لها هامشيه، ليه يا ساره دي حلوه قوي؟ ماليش في السكريات. انت اكيد يعني بقى رفيعه. لا والله ابدا، ده انا جسمي ما شاء الله. حياتي حياتي، اكيد اموره برضه في كل الاحوال. الله يخليك، احنا في كل الاحوال كده قمر وكده قمر. ربنا، انا فيا شبه من ياسمين عبد العزيز. فيكي شبه من ياسمين عبد العزيز؟ اه يا روح قلبي، انت اكيد اموره والله العظيم. حتى جسمها سبحان الله بجد. لا ما هو بصي يعني العظيم. يخلق مش شبه 40 طبعا. حبيبتي يا ساره نورتيني، وتحيه كبيره طبعا للفنانه الجميله ياسمين عبد العزيز. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت المربى. بصوا بقى يبدا الريم يطلع عندي، اسيبه؟ لا طبعا ما اسيبوش. اعمل ايه؟ على طول اروح جايبه المعلقه بتاعتي النظيفه ماشي، واروح شايله الريم اول ما يتكون معايا اهو. شايفين الريم؟ اول ما يطلع معايا لازم اشيله كده، ما اسيبش الريم ابدا عشان اخد مربى خطيرة. اتفقنا؟ اتفقنا. هعمل ايه؟ هسيبه على الاقل بقى من مهله اهو ويتجمع عندي تاني، اروح شايله تاني، ما بحطلوش ميه، ما بحطوش اي حاجه، ما بحطش لاي نوع مربى. وطبعا الطريقه دي تمشي على اي حاجه انا عايزه احولها لمربى. طيب معانا مين؟ ام ليلى. الحمد لله يا ام ليلى، اعلي صوتك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك وازي ليلى؟ معلش بقى البرد كده والتعب. حبيبتي الف الف سلامه عليكي. الله يسلمك. هو برد الصيف. البرد وحش حبيبتي. بقول لحضرتك، هو انا فول الصويا ممكن ادخله في ايه؟ في ايه؟ فول الصويا ممكن ادخله في ايه؟ ماشي، اول حاجه انت ممكن تعملي بيه حواوشي صافي ماشي، ممكن تعملي بيه حواوشي. تاني حاجه انت ممكن تحطيه في حواوشي بطاطس، يعني تعملي بطاطس مهروسه وتخلطيه بالفول الصويا طبعا بعد ما يتنقع. ممكن تحطيه مع اللحمه المفرومه وتعملي بيه برجر، ممكن تحطيه مع لحمه مفرومه وتعملي بيه كفته. من الحاجات اللي هي بتدينا بدايل كبيره للحمه المفرومه. ممكن بعمله مكرونه بعصاج، يعني بعمل عصاج بالفول الصويا. ممكن اعمل مكرونه بشاميل بالفول الصويا. فاهمين يا ام ليلى؟ هو ليه وصفات كتير قوي. يعني اي حاجه المفروض تتعمل باللحمه المفرومه انا ممكن اعملها بفول الصويا، بس زي ما بقول لك اي حاجه في المعقول مقبول.
يعني مره كل 15 يوم ان انا استخدم الفول الصويا حلو قوي، مره كل شهر حلو قوي، مش اكتر من كده. والكميه اللي احنا بناكلها ما تعملش اي حاجه يا جماعه. طيب مين مين يا شباب؟ طيب طيب بصوا بقى، عندي هنا ريم كتير لازم ايه اشيله اهو، مهم قوي، وعلى نار عاليه. وبعدين بعد ما بشيل الريم ببدا اسيبه بقى على نار هاديه ياخد ويدي كده مع نفسه. طب بعرف انه تمام امتى خلاص كده المربى بقت عندي مربى؟ هقولك. بصي انا طبعا ما بشيلش القشر بتاعها، ولكن انت لو عايزه تشيليه بنشيله في الخطوه دي اهو. بصي الخطوه دي لو عايزه تشيلي عندي هنا، استني في كده حته طري اهي بتطلع لوحدها، لو عايزه تشيلي القشر بتاع اهو عندي هنا بيطلع لوحده تماما. انا غسلاه فله يا فاطمه اهو. ازيك يا شيف؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه يا شيف؟ عامله مربى، انت عامله ايه بقى؟ انت احلى من المربى يا شيف. حبيبتي ربنا يخليكي يا فاطمه. قولي لي اكتر نوع مربى بتحبيه؟ بحب مربى الفراوله. تصدقي احنا كده اصحاب؟ كده اصحاب واحباب. انا بحب جدا مربى الفراوله، بس مؤخرا بقيت بحب مربات كتيره قوي. لا انا يعني هوايتي المفضله الفراوله. حبيبتي وبتاكليها بقى بعيش بلدي ولا بعيش فينو؟ لا بعيش بلدي طبعا. بعيش، بصوا اذواق يا جماعه اذواق. بتعملوا بقى مربى الفراوله؟ قولي لي يا فاطمه. اكيد طبعا، مش انا اللي بعملها، ماما اللي بتعملها، عشان انا بعملها بتفشل مني على طول. ليه كده يا طب؟ ليه؟ مش عارفه بقى. توب امتى بعيني يا تومي وتفشل منك؟ دي خطيره وسهله. بصي البرقوق، مربى البرقوق زيها زي مربى الفراوله، زي اي نوع مربى احنا عايزين نعمله لاي فاكهه هتطلع ناجحه معاكي جدا. انا متابعه من اول حلقه، هو هفضل بص كده في الحلقه لحد ما تخلصي وبجربها. خلاص اتفقنا، وتقولي لي رايك فيها. ماشي يا شيخ. ماشي يا روحي، نورتيني. ما بقول لكم اذواق يا جماعه، انا هشيل بدي عشان دي اكبر اذواق. بصوا بشيل القشره كمان بمنتهى السهوله واقلب، هلاقي القشر بحاله هو بيطلع من غير اهو. بصوا بصوا من غير ما انا اشيله بيسيب عندي هنا البرقوق ويطلع. عايزين تسيبوه عادي سيبوه، لكن في ناس تقول لك ايه، لا انا بحب اكل الحاجه ما تكونش عليها القشره التخينه. براحتكم اهو. طيب تيجوا بقى ندخل على المقادير تورته الجيلي الخطيره اللي هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، ولازم تجربوها. ايه ده يعني، انا مبسوطه جدا يا ام دانيال، ده يعني من سعادتنا ان انت توصلي لنا امبارح والنهارده. الو. اي يا حبيبتي ازيك، عامله ايه؟ انا سامعاك يا ام دانيال. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله تمام. حلوه ايديكي على المربى. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي احلى مربى بتحبيها. مربى المشمش. مربى المشمش خطيره. جربتي مربى البلح بقى والجزر والحاجات دي؟ لا. طب بصي انا عملتها ولسه هعملها. بصي انا ما بعديش سيزون للفاكهه ما استخدمهوش وما استغلهوش، فلازم ان شاء الله هعمل مربى الجزر تاني، مربى البلح تاني. بصي انت هتنبهري بالنتيجه اللي انت هتعمليها، وهتوصل اللي هتعجبك قوي. طب قولي لي بتحبي المربى في عيش بلدي ولا عيش فينو؟ لا في عيش فينو. اذواق اذواق. دايما عامر يا حبيبتي، مبسوطه جدا ان انت وصلت لنا تاني النهارده. تعيشي يا شيف بجد، دايما كده منوره الشاشه منوره بيكو، وفي نجاح دايما حبيبتي، منوره بيكو، ربنا يخليكوا ليا، تسلموا لي يا رب. طيب منوريني دايما حبايبي. بصوا بقى خلاص انا كده تخلصت تماما من الريم، لو في عمل ريم تاني قولوا لي. خلاص كده بصوا اهو، ما بقاش عندي ريم خالص، شلته تماما يا جماعه اهو، شايفين ولونه خطير ازاي، تخيلوا يا نهار ابيض على الحلاوه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ههدي النار عندي، مهم قوي.
ههدي النار عندي خلاص، واسيب بقى تك 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 الصوت ده بقى اسمعه على الاقل من مهلها اهي. عايزه اقول لكم عندي هنا ال ال البرقوق بقى دايب، بقى دايب. بصوا عامل ازاي، بصوا خطير ازاي دايب، بصوا اهي وهي لسه ما خلصناش، بصوا دايبه ازاي اهي، بصوا خطيره. طيب تعالوا بقى نسيب، حاضر انا بس هقول المقادير علشان نبدا في الشيء الخطير. هعمل تورته جيلي يا جماعه، طريقه سهله وناجحه جدا جدا، هعملها بالبرقوق، تقدري تعمليها باي فاكهه تاني عندك. تعالي نقول المقادير علشان نشوف هنعملها ازاي بابسط تكنيك في الحياه، باسهل طريقه. هتاخدي تورته جيلي اللي احنا يعني احيانا بنروح نجيبها بحاجات كتير قوي، سهله جدا. هعمل ايه؟ يلا، كيلو برقوق مكعبات صغيره، اقدر ابدله باي حاجه، باي فاكهه عندي، كانتالوب، موز، فراوله في موسم الفراوله، اقدر ابدله باي فاكهه. طيب هحط عليه ايه؟ موز، ماشي، انا بحب جدا الجيلي مع الموز. هستخدم الكيك السويسرول، او شايفين اللي عندي ده احنا عارفينه ده، ماشي، او منه اللي هو بالفانيليا، خلاص. طيب هستخدم بقى اول طبقه عبارة عن ايه؟ 2 باكت جيلي فراولة، اول طبقة عبارة عن 2 باكت جيلي فراولة، عليهم كوباية مية مغلية، عليهم كوباية مية باردة. ركزوا في المقادير عشان تطلع معكم مظبوطة. اول طبقة عبارة عن كوباية سوري باكتين جيلي فراولة، عليهم كوباية مية مغلية، عليهم كوباية مية باردة، خلاص. وبعدين الطبقة التانية باكت جيلي فراولة، عليه كوباية لبن مغلية، نص كوباية لبن بارد، وعلبة قشطة، ماشي تمام. هي دي المقادير اللي هعمل بيها التورتة، في أسهل من كده؟ أعتقد لأ. طيب هعملها إزاي؟ بس أخد مين؟ أم شنودة حبيبتي. ألو حبيبتي، عاملة إيه؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ حقك عليا، سبتك على التليفون شوية يا حبيبتي. وانا يهمك يا قمر حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ نشكر ربنا يا حبيبي، انت عامله ايه وحشاني كتير. وحبيبتي وانت عامله لكم النهارده بقى شويه حلويات، قولي لي هتعملي ايه من ده؟ تسلم ايدك يا حبيبي، هعمل المربى. الله، بتحبي ايه بقى المربى؟ اكتر نوع مربى بتحبيه؟ بحب الفراوله وبحب التين. بتحب؟ انا كمان على فكره. ده السكر ما نفعتش معايا، يعني ما طلعتش حلوه معايا. اللي هي ايه؟ الجزر. الجزر؟ اه هبقى اعملها تاني، حاضر نعملها تاني. تأمريني يا حبيبي. حبيبتي ولا اتحرم منك ابدا، قولي لي بقى بتاكلي المربى مع عيش بلدي ولا مع عيش فينو؟ عيش فينو. عيش فينو. حبيبتي دايما عامر وتعيشي وتعملي. ممكن اقول لك سؤال يا شيف؟ طبعا يا روحي طبعا. انا بعمل العيش في الفرن الكهرباء، اه بس ما بيطلعش ينفخ كده ولا حاجه، بيصفط كده، مش عارفه اكله بقى. طيب انت طول عمرك بتعمليه كان تمام، ولا هو اصلا ما بيطلعش معاكي على طول كده؟ ما بيطلعش معايا حلو في الفرن الكهرباء. ما علشان فرن الكهرباء بس ماشي، بتبقى حلوه قوي وجميله، بس العيش لا. بصي انا اعرف ان هو لازم يكون سخن جدا جدا الفرن. بتسخنيه كفايه؟ ايوه بسخن الدنيا كتير. بتسخنيه بتطب العجين كتير، بتسيبيه يخمر وقت كافي؟ ايوه بيخمر قوي، واقطعه واسيبه يخمر تاني، واروح بقى مفرده بالنشابه واحطه في الفرن. طب ولا اريحه تاني؟ لا هو المفروض ان انت تعمليه على طول وترميه في الفرن. ما بينفخش بقى معي، بيبقى صافت كده. هو مفيش احلى من سوى الفرن البلدي. ايوه ما كنا بنخبط فيه والنار العاليه كده من الجناب وترمي كده ايوه يا ما خبطت في الدنيا ونحمي كدا. الفرن بقى، ما تفكرينيش ما تفكرينيش، والله كنت اموت في الحاجات دي. كنت افضل كنت افضل قاعده كده جنبهم لازقه لهم، مش هنام، مش هعمل اي حاجه، انا هعمل معاكم. ايوه ايام جميله، ايام جميله يا شيف. بصي وحياتك انا نفسي افيدك طبعا، بس انا فعلا مش عارفه ايه السبب، ممكن يكون ايه السبب.
ماشي يا حبيبي. حقك عليا. منك يا حبيبتي. ولا منك يا حبيبتي. ويديك الصحة والعافية كده يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا، تحرمش منك. بقول يا رب كده. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي ليا، تحرمش منكم أبدا. بصوا بقى، أنا حطيت هنا في الكاسات، أنا ممكن أعمله في كاسات بس أنا عاملة قالب برضو، بس أنا هوريكم في الكاسات أهو، علشان كمان الكاس كل واحد يقدر ياخد اللي هو عايزه. بحط هنا عندي ايه، شوية برقوق مكعبات، وحط عليه موز. ايه رأيكم نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعملها ازاي وهتطلع معانا ازاي خطيرة؟ استنونا. عايزة اقول لكم المربى خطيرة، لونها تحفة، باهرني. بس عامل ازاي؟ غنية كده، وبدأت بقى ايه البرقوق خالص يدوب عندي، ومن غير ما اضربه ومن غير اي حاجة. عارفين انتوا اللي عملتوا كده اهو اهو اهو، مش هنغني يعني اهو اهو اهو. بصوا ونشيل اهو، لو عايزين زي ما قلتلكوا القشر. بعمل ايه؟ بعمل كده، شايفين لسه القوام بتاعها خفيف لسه. بيربط امتى؟ بعد الليمون طبعا، مفهوش خالص دلوقتي ريمة. يربط امتى؟ بعد الليمون. تعالوا بقى نشوف، عندي هنا كمان القالب بتاعي اهو، بوزع فيه البرقوق خلاص. كمية هنا انا عملت 4 كاسات، وكمان عندي هنا ايه القالب بتاعي. طبعا حلاوة ان القالب يكون مفتوح علشان لما انزلها. خلوا بالكم المقادير هنا مش زي كاني بعمل جيلي عادي، انا عايزاه يكون متماسك معايا يا جماعه، ما يكونش خفيف. فبفك بقى زي ما قلت لكم، هحط كمان الموز. بفك ايه بقى؟ اجيب السكينه اهي، واحط كمان الموز عندي. حاضر، بصوا اهو الموز ورصصه اهو. وكمان عندي هنا ايه بقى، زي ما بقول لكم دي عباره عن ايه، دي عباره عن السويسرول الجاهز. ماشي، السويسرول الجاهز ده بحطه، ممكن يكون شوكولاته وممكن يكون فانيليا. هاتي 3 4، بصي هيدوكي كميه رهيبه اهو، ولا تقفي ولا تعملي كيكة ولا أي حاجة خلاص، بس كده. وهعمل ايه بقى؟ هروح جايبة دلوقتي عندي هنا الجيلي، الطبقة الأولانية بعد ما رصصت الفاكهة بتاعتي. طيب زي ما اتفقنا، مقاديري ايه؟ لكيسين جيلي. مقاديري ايه؟ لكيسين جيلي، كوباية مية مغلية على كوباية واحدة باردة اهو. عندي الكيسين، هروح جايبه الميجر بتاعي الاول، حط عليه الكوبايه اللي مغليه تمام، وهقلب كويس جدا اهو، وبعدين يسيح خالص 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 ويدوب خالص 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 الجيلي، احط بقى الكوبايه البارده. اوعى تحطي الاثنين على بعض على طول، لا، الاول السخن اللي بتغلي، ولازم تكون بتغلي علشان عندي هنا يدوب تماما، وبعدين احط بقى الكوبايه البارده. وقولي مدام سميره، وحقك عليا ان انا خليتك تنتظري يا حبيبتي، حقك عليا. لا ولا يهمك، بس انا نفسي بس ايه المعلومه توصل، عشان ان شاء الله لما تنفذيها ترجعي تقولي لي رايك فيها. تصدقي بايه؟ تصدقي بايه ان انا عامله السويسرول لسه في البوتاجاز دلوقتي؟ عرفنا هيتعمل بايه دلوقتي. شفتي بقى، انا جايه في الوقت المناسب. ايوه جايه في الوقت المناسب فعلا. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله. عملتي قبل كده كيكه الجيلي؟ عملتها وحطيتها كمان على الصفحه بتاعتي. بجد؟ فانا بس بقالها مده، بقالها مده. افتكر بقى انا عملت ايه بالظبط. اهو اتفضلي اهو. هو تنفع مع السويسرول اللي انا عاملاه؟ طبعا طبعا، ده انا جبت السويسرول الجاهز ده وقلت ينفع الشوكولاته، بس كده هو المطلوب اثباته، بس سيبيه يبرد واشتغلي بقى على طول. احط الجيلي الاول وسقعه في الثلاجه؟ لا،
اهو انا اهو دلوقتي حطيت البرقوق، حطيت عليه الموز، حطيت عليه سويسرول، ماشي. الجيلي بعد ما اعمله اروح منزلاه هنا. ايوه الطبقه دي كده، اغطي الفاكهه بتاعتي بالايه، بالجيلي الفراوله بس. كده لحد ما اغطيها واوصل لحد الفاكهه، وبعدين ادخله 4 ساعات التلاجة. بالظبط، مهم جدا ادخله 4 ساعات التلاجة، وبعدين اطلعه احط له الطبقه الثانيه. عشان انا هعمله بطبقتين، طبقه كريميه وطبقه جيلي، هيعجبك قوي. بس كمان هنا مقدار الجيلي علشان يبقى ناجح معايا، كيسين جيلي عليهم كوبايه ميه سخنه، طبعا بتغلي، وكوبايه ميه بارده. ما ينفعش اعمل مقدار الجيلي الا على الظهر، لان عملت مقدار الجيلي على الظهر هيبقى كثافته قوامه، لا مش هو ده اللي انا عايزاه، هيبقى مش تورته، هيبقى كده عارفه اول مقطع هيفك معايا ويديني ميه. لازم اعمله كثيف. اتفضلي حبيبتي. ممكن تحطي لي معلش المقادير بتاعت المربى؟ المربى علشان معلش ما شفتهاش. عيوني، ده انت تأمري يا حبيبتي. تسلم عينك، وانا هعمل الحكايه دي. ده هتعجبك قوي قوي. خصوصا في الصيف، وخصوصا اليومين دول بقى والجماعه جايين. يا رب يجوا بسلامه يا حبيبتي. يا رب الله يسلمك. ودايما يا حبيبتي متجمعين، دايما فاتحه بيتك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي سلمي ليهم. تسلمي لي يا مدام سميره يا حبيبتي، ربنا يخليكي. مهم جدا يا جماعه المقادير علشان تطلع معاكوا زي ما قلنا ناجحه جدا. انا عملت ايه؟ على كيسين جيلي، ما تبصوش على المقدار اللي ورا العلبه، لا، على كيسين جيلي عملت كوبايه ميه سخنه بتغلي عليها ايه؟ حاضر، كوبايه ميه ساقعه بعد ما دوبت الجيلي. ودلوقتي عندي مقادير مربت البرقوق علشان خاطر عيون مدام سميره وكل اللي ما لحقهاش. عايز اقول لكم رهيبه رهيبه رهيبه. طيب نيجي بقى للطبقة التانية. الطبقة التانية ماشي هنعملها برضو بجيلي، ولكن هحط عليها طبقة كريمية وهعملها باللبن، هتديني لونين. طيب انا عندي هنا ده كده هقدر احط عليه دلوقتي مقدار الجيلي التاني الكريمي بتاعي اللي هعمله؟ لا، لازم دي تدخل 4 ساعات التلاجة، يمسك نفسه ويمسك نفسه بسرعة، عشان زي ما بقول لكم الجيلي يعني القوام بتاعه كثيف، مش خفيف، تقيل مركز. وبعدين احط عليه القوام اللي انا هعمله التاني الكريمي اللي هو عبارة عن ايه بقى. يلا بينا. عندي هنا كيس جيلي واحد، وعندي الميجر بتاعي انا شلته، اهو احط عليه كوباية لبن بتغلي، هدخلها الميكرويف لازم تكون سخنة وبعدين باردة، هدخلها اهو. خلاص اتفقنا يا جماعة، حتى اللبن لازم يكون سخن. يا ماشي اتفقنا. اول طبقة بعملها بالمية، انا عايزة اراجع تاني، ممكن يا ضياء تنزله تاني عشان عارفة ان هو هيبقى بالنسبة يعني ناس كتير هيتبسطوا بيه قوي. طيب هنحط ايه؟ الكوبايتين الاتنين باكت جيلي عليهم كوبايه ميه مغليه، عليهم كوبايه ميه بارده، اول طبقه. خلاص طيب نيجي للطبقه الثانيه، عباره عن ايه؟ باكت جيلي واحد عليه كوبايه لبن مغليه، عليه نص كوبايه لبن بارده، وعليهم علبه قشطه. تمام تمام. مهم جدا انا بقوله ده يا جماعه علشان ناخد حاجه من الاخر خطيره. اهي المقادير نزلت تاني. الطبقه الاولى عباره عن فاكهه، الطبقه الثانيه جيلي صافي، الطبقه الثالثه طبقه كريميه. طيب انا هنا بقى عندي، علشان طبعا مش هينفع احط على الحاجات اللي انا عاملاها دي، عندي ده من امبارح عاملاه، تعالوا نشوفه اهو. ده خلاص هيدخل زي ما اتفقنا التلاجة الأول قبل ما احط عليه الطبقة التانية. بصوا عامل ازاي، بصوا ماسك نفسه ازاي اهو. بصوا ده جيلي من امبارح، هبدأ بقى دلوقتي احط عليه الطبقة التانية واسيبه عندي تاني يمسك نفسه. يا جماعة بدخله التلاجة مش الفريزر، الجيلي ما يدخلش الفريزر، الجيلي يدخل التلاجة.
طيب اخد اللبن بتاعي واعمل الاول زي ما اتفقنا، احط الاول الحاجه السخنه عندي هنا شايفيني اهو على الجيلي، تعالوا نحطه على الجيلي اهو، واقلب كويس جدا. بصوا لونه بقى عامل ازاي، اقلب كويس جدا اهو، وبعدين احط اللبن البارد والقشطه نص بقى كوبايه. بعد ما دوبت الجيلي خلاص احط اهو اللبن البارد وعليه ايه القشطه حاضر. واعمل ايه بقى، اقلب كويس جدا. هجيب دلوقتي بقى ايه المضرب بتاعي علشان انا لازم اقلب كويس قوي 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 وما يبقاش عندي اي تكتلات اهو. يلا شايفين ايه رايكم لحد، لا هاخد الاول تليفون. يا سهر. الو. ايه يا سهر ازيك؟ انا قلت لي اسمي صح. حقك عليا. عايزه اقول لك ده بيقول لي سهر مش سمر، سهر مش سمر. الله يا سهر. ينفع كده يا بيضا؟ حقك عليا، راح قلبي دي حقك عليا والله. من اول ما بدات الحلقه مش مديني رد عليا. لا يا حبيبتي صدقيني زي ما بقولك بيبقى معاهم تليفونات على خطوط تانية، احنا الحمد لله عندنا كام خط، وزي ما انت شايفه حبايبنا يا رب يعني يكترهم كمان وكمان. مشي يعني عايزه اقول لك انا بس خايفه اقعد اقول كده نتحسد. بس الحمد لله انا عندنا كم يعني حبايب كتير قوي، فحقك عليا وحياتك. لا ولا يهمك يا بيبا، انت عسل يا حبيبتي. خليكي ليا يا سهر. عامله ايه يا سهر؟ الحمد لله. قولي لي يا سهر بتحبي المربى ولا ايه؟ لا بقى انا في المربى، انا بعشق المربى. بتأيه بقى؟ بتكلمي في المربى. قولي لي بقى ايه اكتر مربى بتحبيها؟ الفراوله طبعا. الفراوله بتاكليها فينو ولا ببلدي؟ الايه؟ بفينو ولا ببلدي؟ لا بفينو طبعا. بفينو. أزواق 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 أنا عارفة. بس بصي بقى دي بقى عايزة أسألك عن سؤال. قولي لي يا روحي عن سؤال. بصي بقى أنا عملت الحليب المكثف. أيوة أول مرة أعمله طبعا. بس أنا حسيت إن هو مفرول كده، مش مفرول. عارفة صح ولا غلط. لا هو ما لازم يكون قوامه مترابط ما يبقاش مفرول. أيوة ما هو يعني تقيل. طب امال ايه؟ بصي هو بيتضرب يعني حاسه ان هو مفرول كده. بصي هو عارف. بصي هقول لك، هو لازم يكون السايل اللي موجود سخن سخنه. يعني ميه سخنه بتغلي ماشي. او لبن سخن بيغلي. لا انا عملته بلبن. ماشي يبقى لازم يكون سخن. لا انا عملته بارد. لا ما ينفعش. نجاح الحليب المكثف لازم السوائل اللي هحطها لازم تكون بتغلي، زبده ولبن بودره، واللبن او الميه اللي هعملها لازم تكون ميه سخنه بتغلي او لبن بيغلي. بصي انا هطلع المقادير بتاعته بتاعتي اللي انا عملتها لسه قريب وهقولها لك في الفاصل اللي جاي. ماشي ماشي يا حبيبتي، نورتيني يا سهر. وانتي والله انتي وحشتيني والله. حبيبتي وانا كمان نفسي اشوفكم كلكم حبيبتي. مع الف سلامه يا حبيبتي. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت قوام الكريمي، هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب دلوقتي عندي هنا واحط على اللي كان في التلاجة بقاله 4 ساعات. بصوا بقى اختلاف اللون وحلاوته اهو، ويدخل تاني التلاجة ويطلع لي بقى ناكله وننبسط بيه. ايه رايكم بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني؟ استنونا. احنا قطعنا مع بعض كل الخطوات لحد ما وصلنا للميكس اللي احنا شايفينه ده، لون فاتح ولون الجيلي الغامق. هنا طبعا كريمي خطير هيدخل لسه معايا التلاجة برضو 4 ساعات ويطلع معايا تحفة، هوريها لكم طبعا دلوقتي. عندي هنا كمان المربى، خلاص انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بصوا هعمل ايه بقى، هحط عصرة الليمونة وهسيبها تاني شوية تعقد بقى، بنقول عليها ايه تعقد خلاص. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي، هسيبها بس شوية صغننين جدا وهروح مقدميها البرطمان بتاعي.
البرطمان بتاعي ده بقى يا جماعه لازم يكون معقم. بعقمه ازاي؟ يا اما بشغل الفرن ويسخن واطفيه واسيبه يهدى وبعدين احط فيه البرطمان فيتعقم، يا اما اروح حطاه في الميكرويف برضو يتعقم طبعا لو مفيهوش فيه حاجه معدن، يا اما اخر حاجه ان انا اجيب منديل بخل واروح مسحاه كله، تمام؟ هيبقى عندي حلو قوي. تعالوا بقى نعمل كمان عصير ونشوف التورته بتاعتنا. بصوا انا كنت قلباها وبعدين دخلتها تاني، بصوا عامله ازاي. تعالوا بقى اتفرجوا على الحلاوه، وكمان نقطع، عايزه السكينه يا سعيد، ونشوف. بصوا بقى ميكس الالوان الخطير، بصوا عامله ازاي، تحفه تحفه. سعيد هيجيب لي السكينه اهو اقطعها. طبعا بحط ايه بقى هنا؟ نعناع كده. بصوا بصوا طبقه طبقه ما بتعديش، متماسكه ازاي اهي، مش محتاجه اي حاجه نعملها. ونجيب طبق صغنن، معلش يا سعيد. حاضر استاذه جيهان، ايه عامله ايه؟ صباح الفل، عامله ايه انت؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وبعدين اللي انت بتعمليه ده شيء بقول لك مش حلو خالص وخطير وفظيع. وبعدين العلام حلو برضه، عارفه كده العلام حلو. انا النهارده اكتشفت حاجه يعني غلطه وقعت فيها فظيعه جدا. اولا انا نفذت الاسبوع اللي فات اللي على ظهر العلبه بالظبط، ايوه، فعملت الجيلي وانا القيبه جايه بقلبها سرحت، لقيتها مش موجوده طبعا. خلاص كل سنه وانت طيبه. والله فلتت، اما يعني عارفه، لا بصي العلم برضو التعليم حلو حبيبتي. ايوه اهلك ربوكي وصرفوا عليكي، ده الفرق يا ماما. لا يا روحي حبيبتي، ده انت احلى مليون مره. لا والله صدقيني، بسم الله ما شاء الله حلوه قوي، الله اكبر، الف هنا وشفا لكل اللي ياكل يا رب. حلوه قوي، انت على وشك الحاجه تطلع تتجنن. لا والله بسم الله والله الرحمن الرحيم حبيبتي. حلوه حلاوه وجميله خالص خالص، والجيلي ده في الوقت اللي احنا فيه صعب ده. لا بصي القطمه بقى خليكي معايا، انا على فكره مش انا بس عايزه اوريكي، اوعي تفتكري ان انا بضايقك. لا سمح الله لا سمح الله. بصي بقى القطمه، بصي بقى القطمه. ايوه ايوه قطمه، ها قطمه، بس قطمه كبيره شويه عشان ناخد كل حاجه. هي دي القطمه يا حبيبتي، لازم تبقى كده، ما اتفقناش على الغدر. من تحت فوق، بصي بقى الف هنا وشفا، والله جميله قوي، الله اكبر، خطيره، الله خطيرة. اكبر حبيبتي. يا سلام بقى لو عندي التقديم شويه ايس كريم كده يبقى جميله قوي. الله، حتى تكتمل الجريمه. الله صحيح، حتى تكتمل الجريمه. خلاص بقى هتجربيها على طريقتي؟ ترجعي تقولي رايك بصراحه. لا 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 فعلا انا ما بقتش فاهمه التفسير ايه، لكن انت عندك حق، جميل. لا ما ينفعش عشان تفضل متماسكه كده، بصي عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفه مش جيلي، بصي بصي بعمل حلو. ايه شايفه متماسكه ازاي؟ انا قلبتها. لا انت ما شاء الله ما عندكيش منافس. لا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليكي ليا. لا بجد والله، مش عارفه اقول لك ايه، بحبك قوي. لا 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 لا، يعني مهنيه عاليه جدا جدا، تقنيه عاليه، دي شهاده على راسي، زي الفل، بشوشه، جميل، كل حاجه. بصي ربنا بيحسن ما بين ايديكي، لانك انت من جواكي قمر قمر قمر. الحمد لله الحمد لله، هي فعلا ان هي طيبه صدقيني احسن حاجه، بحبك جدا وبحب قوي لما بيقولوا لي مدام جيهان معاكي واستاذه جيهان معاكي، ببقى عايزه اقول لك طايره طايره. دي خلاص بتاعتي، وانا هحط لكم هنا ايه التورته بتاعتنا الخطيره، عايزاكم تجربوها وتستمتعوا بيها بجد، التحفه يا جماعه هتعجبكم زي ما انتم شايفين. بصوا انا بعمل ازاي، مفيش حاجه اسمها جيلي يلق معايا، لا هي كده، هي ده لازم تكون ناجحه كده، تتبعوا الخطوات اللي انا عملتها بالظبط، ودي بتاعتي خلاص. بحط النعناع في الاخر، عايزه طبق بقى واقدم هنا. حاضر، كمان المربى بتاعتي الخطيره، واقول لكم جربوها واستمتعوا بيها، ما تسيبوش فاكهه تعدي من تحت ايدينا غير. بصوا القوام، بصوا القوام وهي لسه ما دخلتش عندي هنا التلاجه، بصوا قوامها عامل ازاي، من غير جيلي من غير اي حاجه، تحفه تحفه. وكمان هحط عليها نعناع. ودي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم ولقيتوا فيها وصفات
استفادتكم. مبسوطة جدا جدا ان انا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا بيوفقني لاحتياجاتكم دي عندي بالدنيا. بحبكم جدا جدا من كل قلبي واشوفكم بكرة على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم بيتكم كل يوم اكلة مع فيفيان في معادنا الدايم من واحدة لاتنين والاعادة الرابعة صباحا. بحبكم من كل قلبي. باي باي.